بحذرك من استحضار عينة بنت إبليس، دي ملهاش عهد. هتمليني كتاب السحر، قوتها ملهاش حدود. شنهار ولطون يلتهجل أحجاج فهج أحوج عينة بنت إبليس ملك ملوك الجن والشياطين في العالم السفلي الدفين تحت الأراضي السبع. أجيبي ندائي ولبي طلبي في إملائي من عالم السحر السفلي الدفين. شوف لها مكان. انت وصفية لازم تهربوا. احنا مش هنروح في اي حتة من غيرك. لا، لاننا لو اتحركنا مع بعض يبقى في احتمال كبير انهم يقبضوا عليكم. وانت عارف يا سليم، صفية لو اتقبض عليها هيحصل ايه؟ صفية ما ينفعش يتقبض عليها. اوعي تبكي، اوعي تبكي يا نور عيني. كل اللي بيحصل وهيحصل قدر ومكتوب. اللي هيحصل لي مكتوب لي. اوعوا اللي هيحصل لي ده يحبطكم او يوقفكم أو حتى يحزنكم. اللي هيحصل مش نهاية، بداية، بداية المستقبل الجميل بإذن الله. أنا عايزكم ترحلوا وتبعدوا عن البلد وتختفوا شوية، في الوقت المناسب ترجعوا تاني. وانت يا سليم دورك في اللي جاي كبير والحمل هيكون تقيل، بس انا واثق ومتاكد انك قدوه. ايوه، كل اللي كنت وسطيهم وغرقانين في الضلمه تنورهم وتنور لهم الطريق للمولى عز وجل. تحارب مقصود جوه بيته في عقر داره، تكشف لكل الناس كذبه وتدليسه وألعيبه. ده دورك انت وحكايتك انت اللي هتبتدي بعزمك وامانك. استلم الامانه يا سليم، استلم الامانه. ما انت يا روح الروح، فمش معركتك انك تواجه الشر دلوقتي، لانه هيجي من نسلك اللي يعمل كده، يدافع عن الحق وعن المظلومين ويساعد المحتاجين وينور لكل اللي حواليه السبيل للواحد الأحد. أيوه أيوه صفية، هيجي من نسلك النور، النور اللي هيعمل كده، اللي هيوعي الناس ويفهمهم الصراع الأبدي اللي بيننا وبين إبليس. هيجي النور بإذن الله. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.